ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. جدع يا بنت يا نيل، ده انت طلعتي بنت ما جابتكيش ولاده. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، بس اجاس بتشكري فيا، انا ذكيه جدا عامه. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا، المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد؟ يا ده انا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشه ده، نتور لي سماسي. حاضر يا معلمه. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي، ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكره ذكيه برضو. صح، واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه يا اهبل؟ داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكميه السكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس وش؟ انت عبيط. خليك انت بس في ميه السلطه اللي بتشربيها دي، ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده خمره؟ جرى يا شوشه بتسكر كده واحنا قاعدين؟ بس يا جاهل، ده ديتوكس. قوم افتح الباب. ايه الديتوكس ده، منظف يعني ولا ايه؟ بقولك ايه، هو الديتوكس ده اكيد مش خمره؟ بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفاره يا عم سيف، تعالى تعالى بنضرب ديتوكس، تعالى. هاي سيف. انا تعبت خلاص، انا عمري في حياتي ما دخلت اسم، عرفتكم بقالي اسبوعين بس، دخلت الاسم مرتين، اتضرب واتهان واخد بالجزمه، والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكله كوم اللي عملتيه في المتحف كوم، عملت دليده لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف، كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي، انا معاكي في اي حاجه،
بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش قسم شرطة. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمعت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه للسكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف، خلينا نعرف نفكر. اقعد اقعد ارتاح. كملي يا معلمه. هنجيب حرامي في الاصل كان خباز وحلواني. انا هنزل الفرن الافرنجي اجيب لكم الحرامي ده. افرنجي ايه يا اطل؟ الحلواني ده يبقى جوز امك الله يرحمه. كتك ست النيله. انا عايزه تنزلوا دلوقتي على قهوه الحراميه تستلقطوا لكم واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانه دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متني. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. مش حاضر. محمود الاردن مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي. مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرتي. حاضر حاضر. مين نعمل؟ مين نعمل حرامي؟ ايه اتفضلي يا معلمه. الو ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة ايه؟ اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو. امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده؟ انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى. الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي. انا اكلم حرامي؟ خالته صباح هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك. يا واد يسمعني ايه يا دكتور؟ ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد يا مسهوك انت. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكورة عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين. خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس. اقول له شير لوكيشن؟ ايوه ايوه انا هسال. انا ايوه هسال واجي. حاضر متشكر. اجي لك عند البطزاية نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي. هنيجي امتى؟ بكره. بكره معلم. ماشي يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. زق قوي انت. مع السلامة. باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه؟ ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. انزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه؟ في واحد معاه بلطة. بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها. دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشو، دي القعدة صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحقوا. في طفل صغير مش لابس بنطلون اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني بس؟ مش متخافش. مش ممكن. المكان ده يا نهار اسود. اقف اقف هتدوسه. مش عارف عايز ايه.
تقلقش، دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده. هو مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده، مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي اهم من الشعب. خلاص خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش انزل، انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صلي على النبي. وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقه دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ هو ولا لا انت؟ يا عم بقول لك معلش، انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش. شو؟ أي دبدوبي. المعلم منعم اسمه المعلم منعم إيه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. خش يلا خش جوه. طب أنا جوه العربوية. جايين للمعلم منعم، لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما أعملهاش معاه. يا لو سمحت أنت. أيوه عسل. لو مش عارف فين المعلم منعم وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه القسى توك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش. بعرقها؟ ما يغلاش عليك. اخلص. عرقها ده انضف منك. من المجنون. أنا آسف جدا. أنا مش عارف عملت كده إزاي. إيديا. أنت هتف هتف علي. تف تف علي. هتعمل إيه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهاردة. أما تلاقيها تف على الطلاق لا تقلق. لا 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 لا. حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقه؟ الايه؟ العيقه. جايز. هي عيقه. سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ انتوا جايين تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطني الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبة. يا معلم. روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو. فينو. ماشي يا معلم. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم أنا اللي كنت بتضرب. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراءة حلوة مفيش كلام. بس أخد الحق صنعة. واللي أنت عملته ده
مفيش فيه أي صنعة، دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معاه السلاوي يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح، اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها، حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا لك الشيبس شوفوا يعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة، وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك، عشان لما مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا، ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزة واحدة، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون trustworthy. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حرامية. انتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية. اوكي، ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني، دي التعويذة. نيلي ده طلع خارق. واو، اتكلوا انتوا على الله. ماشي، باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف يا ولا. نعدي من هنا؟ وط يا اهبل، اوعى بقرف. مش كفايه اللي احنا فيه؟ I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا سيف. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا، انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشام بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش، سك بقى على الشاي ورصي لي حجرين حشيش على بانجو. من عناية سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ ليجل. انا ما اعرفش انا طوعتكم ازاي وجيت المكان ده. عشان دلدول. ودي جيت. اسكت بقى، خلينا نشوف هنختار مين. شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر، بس بيتهيألي ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى، ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده
ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبرة الدهن في الدوالي. ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر ياد. ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفت الشروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد، مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا. هظبطهولك دلوقتي يا عم رضا. اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مطو وعمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا، ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه، دي نصرفها من انا جزخانه. خلاص يا ست الستات، شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد؟ ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ؟ بس 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 ال 100 جنيه يا ست الكل، وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد ياه 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ ده انت لسه لاسعى الراجل في 100. انت مالك ياد لاصعب شاب؟ بدل ما كشم لك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك والله لو قلنا مين اللي تشبشب لي. والمصحف اللي ركبها لك في وشك امشي يالا. بابا بابا. هي دي هي دي هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي ايه؟ دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه، بقت محاميه، بقت دكتوره، مهندسه، ديلر. الكلام ده يا ما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجه قليله؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحده في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحه ولا مش ناجحه يا ستي؟ مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينه تخين. هنيجي نقرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حته ضيقه ومش عارف نقرب. على فكره مش مشكله خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف سبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه تعالوا نروح لها، انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا يلا نروح. هات لي شيشه يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده 5 دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضي نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لما اخذ بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك، وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمه بيتي بيت بيتي بيت. انا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البت سميرة بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصية دي اصلا مقتبسة مني، يعني عارفة دنيا سمير غانم الكتكوتة العسولة دي جت قعدت مكان حضرتك هنا. انا بقى شربتها الكاركتر لما اقنته. والله والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوه دي وتطلعوا البت اللي جوايا. اكيد في حاجات تانية جواكي غير البت اللي جواكي اكيد. طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا قبله؟ تفهم من بقك، انا مش حراميه، انا ما مديش ايدي في جيب حد. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هجامه في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه قبله اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكية، أصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا ألف سلامة عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبه، وتلاقيه كله أجهزة إنذارات وكلاب حراسة، ده تلاقيه الحكومة مدروزة هناك. مدروزة؟ أكيد مفيش حاجة صعبة على حضرتك، إحنا سألنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. أنت عايزة إيه؟ يعني انت احسن واحده؟ قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني.
معلش يا معلمة لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا أنا والتلاتة واللي بتاع هتاخدوا فاتورة ضريبية. فاتورة ضريبية؟ هو أنت هتجيبي لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان يا راسة ما تيجي تجرد في آخر السنة، ما تقولش إن أنا كروتك. خدها بتنفع. ماشي. ماشي يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا أبلة، لحنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها العملية دي هتتفقر من الآخر كده. العملية دي فيها تلاتة، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وأنا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكوا عشان أنتوا شباب صغننين. طب يا معلمة ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وأنت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم ب3 عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا، انت عايز ناس انت مجنون وانا حرامي؟ انت هبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلم، هنعمل ايه دلوقتي؟